شو اسمك الرباعي؟ مهند ياسر زايد ابو رزين. طيب طبعا كل اللي بتحكيه انا بسجله عندي، تقدر ما بتحكي، اذا ما بتحكي بيعزز الادله ضدك ويتقدم المحكمة، فهمت؟ طيب من اي منطقه انت ساكن؟ الشبوره. طيب قول لي المهمه تبعتكم شو كانت بالضبط لما طلعتوا؟ هو السيطرة على موقع صوفا. شو تعملوا في الموجودين؟ هو تسيطر عليهم، تقتل يعني، مضحوك علينا نحن منهم. مغرر فينا ومضحوك علينا منهم. من مين مضحوك عليكم؟ من عين حماس. شو؟ هم قاعدين في الدور وسايبيننا هنا وسابونا جوا. يعني هيك بتفكر انت؟ هيك بفكر. يعني هم اللي في قطر واللي في تركيا وبيحكي باسم الاقصى والمسلمين وقاعد غاد وبعت لنا هنا. مين هذول اللي في موجودين في قطر؟ القياده بتاعت حماس. مين هم؟ من اسماعيل هنيه، خالد مشعل، هيك هذول هم غاد، وهي برضه اهالينا في غزه يعني قاعدين بنقصفوا.